فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحامل إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها مباشرة فهل تنتهي عدتها بذلك؟ لو وضعت حملها بلحظة خرجت من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا الآية مطلقة، لو وضعت بعد موته بلحظة خرجت من العدة. وبعض العلماء كما ينسب عن ابن عباس أنها تعتد بأطول الأجلين، هذا غير قول الجمهور، نعم، غير ظاهر الآية، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.